الواضح من خلال لقاءات سيدنا وخلال وقت الزيارة كامل إنه أبناء الرعية كاملين مع راعينا أبونا وسام. قدمنا رسالة واضحة إنه إحنا حتى لو طلعنا من الأبرشية، لو طلعنا من القدس، لو طلعنا من الأرض المقدسة، الأرض المقدسة ما بتطلع منا. فإحنا وين ما نكون بنكون أبناء لهالأرض، أبناء مخلصين منتمئين لهاي الأبرشية، أبرشية القدس. نعم إحنا نحترم ونجل إنه إحنا تحت سلطة غبطة الكاردينال سوبيتش هون في شيكاغو، لكن صلتنا وجسور بتربطنا بكنيستنا الأم هي فخر واعتزاز لنا جميعا. إحنا ممنونين كثير لغبطة سيدنا وممنونين له، خاصة إنه هاي الزيارة الثانية له لهالرعية الناشئة، حتى نعطي أو يعطينا أمل إنه بالاستمرار وإنه إحنا مش لحالنا، هو دائما معنا. على المستوى الروحي كان للزيارة تأثير كثير كبير، حيث احتفل صاحب الغبطة بالقداس الإلهي هنا مع الرعية وأيضا مع فرسان وفارسات القبر المقدس من المنطقة، وكانت فرصة مناسبة أنه هو يطلق عليهم كلمة الله ويحكي معهم بالصعوبات والتضحيات اللي منواجهها في الأرض المقدسة، أن يشارك أهلنا اللي هون في الأحداث اللي عم بتصير هناك المؤلمة، حتى يكون في شركة صلاة بيننا وبينهم. على المستوى الثاني أنه يكون في دعم لهدول هاي الرعية العزيزة حتى في انطلاقتها يكونوا أقوياء. البداية دائما أصعب مرحلة، نحن متأكدين أنه ربنا عم ببارك العمل في هذه الرعية المباركة. بنصلي دائما من أجل كل رعيانا في الولايات المتحدة. وأخيرا ننهي بأنه زيارة البطرك كانت مناسبة للقاء كهنة البطريركية الذين يخدمون هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. قدموا 4 كهنة لهذه الزيارة، وكانت مناسبة بالرغم من عدم إمكانية التمكن البطرك من أن يزور كل الرعاية، لأنه يلتقوا هنا في شيكاغو من أجل الحديث والاطمئنان عن وضع الرعية وأكيد عن وضع الكاهن في لقاء شخصي وأيضا في لقاء جماعي. زرت غبطة سيدنا البطرك كاردينال كيرت باتيستا بيتزابيلا على شيكاغو، كانت لحظة تاريخية في حياة الكنيسة شيكاغو. فالكنيسة زي ما بتعرف إنه تأسست من فترة قريبة. كانت لحظة تاريخية في حياة الكنيسة في شيكاغو. فالكنيسة زي ما الكل يعرف إنه تأسست من فترة قريبة. وهذه الزيارة كانت نوع من هالتواصل اللي موجود ما بين الراعي والرعية، واللي من خلال هاي الزيارة أعلننا عن انطلاقة قوية وانطلاقة جديدة دائما بنعمة ربنا، حتى هالرعية وهالكنيسة بلش مسيرة الإيمان ومسيرة الخدمة اللي من خلالها تجمع كل أبناء الرب، كل أبناء الأراضي المقدسة، حتى يبدو مسيرة الإيمان تحت رعاية وحماية ومثال وقدوة أمنا مريم العذراء سيدة الأراضي المقدسة، ومتعطرين دائما بعبق الأراضي المقدسة وبالشهادة الكاملة ليسوع المسيح ولقيامة يسوع المسيح.